اولا للاشاره، يعني مثلا فكره العوده للخمسينيات هو للتوضيح، هذه يعني ويعني واقولها ولا بد من توضيحها، هذه ليست روايه تاريخيه. احداث روايه الملف 42 تدور احداثها في القرن 21، يعني في سنه 2002 من خلال زيارة روائية أمريكية تزور المغرب في إطار بحثها عن معلومات تخص والدها الذي كان جنديا عاملا بإحدى القواعد الجوية العسكرية التي استقرت في المغرب في الفترة بين فترة الحرب العالمية الثانية وما بعد الحرب العالمية الثانية إلى غاية نهاية الخمسينات وبداية الستينيات. في إطار بحثها تكتشف وجود رواية كاتبها مجهول مغربي ألف رواية وصدرت عام 1989، وتكتشف بأن والدها هو شخصية ضمن أحداث هذه الرواية، وهنا يعني ووالدها في هذه الرواية متهم بارتكاب جريمة قتل. فهنا تبدأ تحقيقا بالتعاون مع طالب دكتوراه شاب مغربي متخصص في يعني في الأدب، يتعاون لفك غموض هذه الرواية والبحث عن مؤلفها الحقيقي، لأنها صدرت بعنوان وأحجية مغربية، وكاتبها هو كاتب يدعى خالد رفيقي. بالطبع يعني لا وجود لهذا الاسم يعني في الساحة الثقافية ولا وما إلى ذلك، مما يعني أنه اسم مستعار، ومن هنا يبدأ التحقيق. يمكن أن نقول بأنه تحقيق بوليسي أدبي، يعني بوليس يعني تحقيق بوليسي، ولكنه يدور في عالم الأدب وفي عالم الكتب وفي عالم الروايات، ومن هنا من خلال بحثهم يلامسون خيوط واحدة من ربما من أبشع الكوارث التي عرفها المغرب ما بعد الاستقلال، وهي الكارثة المعروفة بكارثة الزيوت المسمومة. هو في من ناحية كان لابد من العودة إلى تلك الفترة، أولا من خلال بعض الشهادات، مثلا الوالدين ديالي ربما عاشوا ديك الفترة وعاشوها بأدق تفاصيلها. ربما أصلا فكرة العمل على موضوع كارثة الزيوت المسمومة بالمغرب ربما جاءتني الفكرة في أواخر 2017، وبدأ اشتغالي على البحث حول الموضوع، لأن وجدت بأنه يصلح لاستغلال روائي، وربما موضوع يلامس في جوهره. ربما واحد من أكبر الرسائل التي أردت إيصالها من هذه الرواية هي موضوع الكرامة، الكرامة المهضورة للمواطن المغربي، هي ربما يعني موضوع، وللأسف الشديد نحن في 2020 وما زلنا نتحدث عن موضوع الكرامة المهضورة للإنسان المغربي، فما بالك بهذا الحدث الذي وقع 3 سنوات فقط بعد حصول المغرب على استقلاله، وعانى عشرات الآلاف من تبعاته، الآلاف لقوا حتفهم، عشرات الآلاف ممن أصيبوا بأمراض بالشلل أو يعني أمراض القلب والشرايين، ويعني هي في نهاية المطاف هي كارثة. من ربما يعني من يطلع على تفاصيلها سيصدم بهول ما جرى، والأبشع من كل هذا هو ما بعد الكارثة، طريقة تعامل السلطات المغربية مع الضحايا. حاولت التواصل واكتشفت أن ربما هناك من أفراد العائلة من كانوا ضحايا مباشرين لهذه الحادثة، بعد ربما زوجة العم هي من سكان مدينة مكناس، لأن من المعروف أن منطقة مكناس والنواحي هي المنطقة الأكثر تضررا من هذه الكارثة. ربما حاولت التواصل من جهة أخرى. فيما يخص البحث الماستر الذي أنجزته الباحثة مديحة صبي، وحاولت أن أتواصل، يعني هو البحث كان، أستطيع أن أقول بأنه كان بحث ممتازا، ضم عددا كبيرا من المعلومات، وطريقة الاشتغال كانت طريقة مميزة. حاولت التواصل مع الباحثة، لم أستطع التواصل معها لأنني حاولت البحث عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولم. بطبيعة الحال جويطي هو كما سبق وأن قلت هو استثناء في الوسط الثقافي المغربي، وهذه أقولها يعني بكل شجاعة، يعني وسط ثقافي يعني مليء
الصراعات والحزازات وكل ما إلى ذلك. جواتي هو من نوعية من الكتاب الذي لا يجد أي حرج في مساعدة الكتاب الآخرين، خاصة الشباب منهم. في السنة الماضية كنت إلى حد ما كنت قد قطعت أشواطا كبيرة في البحث، ورغم ذلك تواصلت معه وقلت له بأنني أنوي تطرق لموضوع كارثة الزلزال المسمومة في عمل روائي، فشجعني على الفكرة ويعني وقدم لي يعني كل الدعم. وبطبيعة الحال هذا المرجع الذي المرجع الخاص بالباحثة مديحة الصبيوي هو الذي أرشدني إلى العنوان. ربما سؤال العلاقة بين تخصصي الأكاديمي في الهندسة المدنية والكتابة الروائية، ربما هذا السؤال الذي حطم الرقم القياسي في جميع اللقاءات. العلاقة، هناك من يقول كيف يعني من الهندسة إلى الأدب، بالعكس علاقتي بالأدب كانت منذ سنوات طفولتي الأولى، يعني فيما يخص القراءة والإقبال على المطالعة وما إلى ذلك. حال العلاقة بين الهندسة والأدب اكتشفتها من خلال طريقة اشتغالي أنا على الكتابة الروائية. أنا أشتغل وفق مشروع ووفق برنامج، أنا لا أشتغل ربما بشكل اعتباطي، والدليل هو أن كلما أقبلت على عمل روائي جديد أخصص فترة قد تطول، ربما قد تصل إلى سنة أو سنة ونصف أو حتى سنتين، فقط للبحث وللتوثيق ولما يمكن اعتباره بناء الحبكة، لأن أنا لست من يعني لكل كاتب الحرية في يعني في طريقة اشتغالي. أنا لست من تلك النوعية من الكتاب الذي يبدأ كتابة عمل جديد وهو لا يعلم إلى أين سيقوده. أنا ربما يعني أخصص وقتا طويلا لبناء الحبكة، لبناء الشخصيات، لصياغة العوالم التي ستكون هذه الرواية. فورا وصولي إلى مرحلة أعتقد فيها بأن الحبكة قد اكتملت، أبدأ في الكتابة، والكتابة أبدأ بشكل متواصل. فيما يخص منحة التفرغ للكتابة، كنت قد تقدمت للمنحة شهر مارس 2019. هي منحة تقدمها مؤسسة مفردات ببلجيكا لدعم المشاريع الفنية والأدبية بالمنطقة العربية. تقدمت ويعني ملف الترشيح يعني يتطلب بعض الشروط كانت متوفرة، من بينها أن يكون على الأقل لي صدر لي بعض الأعمال السابقة وبعض الشروط الأخرى، ويعني كانوا يطلبون الفكرة المشروع وأن يكون فصل مكتوب من المشروع. تقدمت بملف شهر مارس 2019. شهر يونيو 2019 تم التواصل معي لإخباري بأن المشروع قد فاز بالمنحة، إلى جانب مشروع رواية أخرى من لبنان. يعني مشروعين فاز بهذه المنحة من بين 190 مشروعا من كافة الدول العربية، وكانت هناك لجنة تحكيم، يعني لجنة تحكيم محكمة تضم ناقدا أدبيا وشاعرا وروائيا وما إلى ذلك. وبطبيعة الحال المنحة هي بطبيعة الحال يعني منحة للتفرغ، منحة مالية رافقتني طول فترة الاشتغال على العمل، ويعني كان صراحة يعني كانت تجربة يعني مفيدة جدا، وسعيد جدا أن تجد مثل هذه المشاريع التي مثل هذه المنح التي تدعم الكثير في مشروعي. بطبيعة الحال لكل كاتب الحرية في التعامل مع عمله بالطريقة التي يرتضيها. بالنسبة لي إذا كان هذا الكاتب الذي سيطرح عمله من بمبادرته الشخصية سيطرحه على شكل PDF، إذا كان هنالك اتفاق بينه وبين الناشر
فهذا حقه، يعني له الكامل الحرية في فعل ذلك. أما فيما يخص موضوع البي دي اف حاليا، صار الموضوع يعني أشبه بالواقع، يعني تقريبا كل الأعمال التي تحقق نوعا من يعني نوعا من المقروئية ومن الشهرة يتم قرصنتها. وأعتقد ربما أن معظم الكتاب، قد يبدو الأمر غريبا، ولكن معظم الكتاب ينتظر أن تتم قرصنة عمله، لأن هذا دليل على أن العمل ناجح. ربما هذا هو الغريب في الأمر. بالنسبة لي يعني صعب، يعني ما دام حاليا الكتب صارت يعني تقريبا كلها متوفرة بصيغة بي دي اف، يعني وبطبيعة الحال يعني مقرصنة، صعب جدا أن تقنع القارئ الذي ألف أن ينقر على 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 رابط ويحمل، صعب جدا أن تقنعه بأن هذا العمل، بأن هذا عمل مقرصن، وبأن فيه هضما لحقوق الكاتب ولحقوق الناشر. يعني حاليا أيضا نحن ككتاب صرنا نتعامل مع، صار هنالك ما يمكن، ما دام نحن حاليا الجميع يتحدثون عن التطبيع والعلاقات، صار هنالك نوع من التطبيع بين يعني بين الكاتب وبين البي دي اف. لا يستطيع ان يقول شيئا، لان صار الامر ربما عاديا. ولكن فقط اشير الى مساله، عندما يشتكي يعني دائما عندما يشتكي الكاتب من هذه المساله يجيبه القراء لان ثمن الكتاب غالي. وهناك والاكثر من ذلك، هناك في بعض الاحيان والقارئ معذور في هذه المسألة، يقول الكاتب انت غليتي علينا الكتاب. الكاتب ليس هو الذي يحدد ثمن الكتاب، وهنالك عدة يعني هناك عدة تفاصيل متعلقة مثلا بال يعني بمصاريف الطبع ومصاريف التوزيع ومصاريف النشر التي يتحملها الناشر بطبيعة الحال له أيضا إكراهاته. وهناك أيضا مسألة أخرى أعتبرها هي الأهم، هي مسألة الأولويات. يعني مثلا نسقط دائما في إشكالية المقارنة مع الغرب. في الغرب هم أيضا يمتلكون هواتف محمولة، هم أيضا يمتلكون يعني وسائل التواصل الاجتماعي، هم أيضا، ولكن نعود ونقول بأنها مسألة أولويات. لماذا مثلا في الغرب نسبة المبيعات الكتب عالية جدا، ودور النشر تحقق أرباحا يعني خيالية؟ هذا فقط لأن مسألة أولويات، لأن المواطن الغربي هناك وما إلى ذلك، الكتاب بالنسبة له أولوية، يخصص مثلا ميزانية خاصة بالكتب من مصروفه الشهري أو من راتبه الشهري وما إلى ذلك. وهنا قد تجد من ثمن الكتاب 50 60 حتى 100 درهم أو 120 درهم، قد يبدلها في يعني في تفاصيل أخرى، في أشياء تافهة وفي أشياء تافهة. يعني قد فيما يخص موضوع نسبة المقروئية، بطبيعة الحال نحن لم نصل بعد إلى مستوى أن نقول بأننا شعب قارئ، ولكن في نفس الوقت بالنسبة لي، ويبقى هذا رأيا شخصيا خاصا بي، تلك الفكرة التي تقول بأن العربي أو المغربي لا يقرأ سوى 6 دقائق في السنة، أنا شخصيا هذه الإحصائية أنا لا أدري من صاغها ومن صاحبها وعلى أي معايير اعتمد وما إلى ذلك. حاليا ربما عندما تتابع وسائل التواصل الاجتماعي تجد أن هنالك حركية خاصة يعني بالقراءة، قد يقول البعض بأنها موضة، ولكن ربما موضة مثل يعني مثلا في نهاية السنة تجد بأن العديد يتحدثون عن تحديات القراءة، قرأ 100 كتاب، قرأ 50 كتابا، رغم أن الموضوع في نهاية المطاف صار يرتبط هو نفسه بموضة استهلاكية وبالعدد الكتب مقارنة بمحتوى، ولكن في نهاية المطاف بالنسبة لي أعتقد أن الجيل الصاعد صار أكثر اهتماما بالكتاب مقارنة بغيره. لن نقول بأننا بلغنا مستوى المجتمع القارئ، ولكن أعتقد بأننا ذاهبون في الطريق الصحيح، وأتمنى ألا يخيب المستقبل ضمنا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.